السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط. اليوم رح نشتغل بترون جديد من الحيوانات البحرية. رح نشتغل دولفين بهيدا المقاس، مقاس صغير بهذا الشكل. رح نعمل العيون، رح يكونوا تطريز ورح يكون بهذا الحجم. طبعا البترون من بترونات سيلفي الصياد. بالنسبة للخيوط فهو رح ياخد خيط صغير تقريبا 25 جرام، يعني لو عندكم بقايا خيوط من اللون الأزرق أو تدرجات اللون الأزرق ممكن نعمله. ورح نستخدم سنارة بتناسب الخيط. رح نبدأ بالبداية بزعانف اليدين، بعدين الزعانف الجانبية، وبعدين رح نعمل زعنفة الرأس، وآخر شي رح نعمل الزعانف الخلفية. هدول لأنه هدول الزعانف الخلفية رح يكونوا موصولين بالجسم فورا. رح نعمل بالبداية زعنفة الرأس. رح نعمل بالبداية دائرة سحرية بالخيط يلي رح نشتغل فيه الجسم كامل، رح يكون كلياته بنفس الخيط. دائرة سحرية رح نحط فيها 3 حشو. نعمل عقدة البداية ورح نعمل 3 حشو، 1 2 3. هون الغرز رح يكون كتير ضيقين عنا، فكتير بدنا ننتبه انه الشغل ما يصير عنا بالمقلوب. لو كان الشغل بالمقلوب فهاد الخيط رح يكون من الخارج، اما غرزة العدل فهذا الخيط رح يبقى معنا بالداخل. تمام، حتى انا اترك الخيط بالداخل، هي رح اشتغل هيك. هي اول غرزة عندي هون. هلا خلصنا نحن الدور الاول، رح نطلع للدور الثاني ونعمل تزايد كل الغرز، يعني 6 حشو رح يصير عندي بالنهاية. هي اول غرزة هيك، وهي ثاني غرزة بنفس الغرزة. هي اول تزايد، ثاني تزايد. شوفوا انا عم حاول حافظ على الشغل يكون بالمقابل لإلي، والطرف الشغل يلي وطرف الشغل هون يكون للداخل. هي تاني تزايد، واخر غرزة تالت تزايد. هيك صار عندي 6 حشو. تمام، شوفوا شايفين الخيط من جوا، جوا الشغل هيك. لو كان برا الشغل فيكم تقلبوا هي القطعة، هيك هو جوا الشغل والشغل عندي هيك. تمام، فينا نحط الماركر. الدور التاني رح يكون عندي حشو تزايد تكرار 3 مرات. هي اول غرزة رح نعمل فيها حشو، يلي بعدها رح تكون تزايد، هي اول تكرار حشو تزايد، هي تاني تكرار. بيبقى عندي غرزتين، الأولى فيهم رح تكون حشو والتانية رح تكون تزايد. هيك خلص الدور التاني. هلا الماركر أنا عندي هذا الخيط يلي عم بشتغل فيه، فيني لبو هيك حتى يصير عندي مثل الماركر. الدور رقم 4 رح نعمل فيه 4 حشو تزايد ثلاثي، 4 حشو، 1 2 3 4. بالغرزة رقم 5 هاي رح نعمل تزايد ثلاثي، يعني 3 3 بنفس الغرزة. هاي أول وحدة، تاني غرزة بنفس الغرزة، وتالت غرزة بنفس الغرزة. رح يبقى عندي 4 حشو، 1 2 3 4. تمام، الدور رقم 5 رح نبدأ ونعمل 5 حشو، 1 2 3 4 5 حشو. الغرزة رقم 6 رح كمان يكون فيها تزايد ثلاثي، يعني 3 غرز بنفس الغرزة. هاي أول وحدة، هاي تاني وحدة، وهي تالت وحدة بنفس الغرزة. شوفوا تزايد ثلاثي. بيبقى عندي 5 حشو لنهاية الدور، 1 2 3 4 5. الدور رقم 6 رح نبدأ فيه ونعمل 6 حشو، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعمل تزايد ثلاثي، واحد اثنين ثلاثة غرزة بنفس الغرزة، ولنهاية الدور رح يبقى عندي ستة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هلأ الدور رقم سبعة رح نبدأ فيه بسبعة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تزايد ثلاثي، واحد اثنين ثلاثة. لاحظوا انه التزايدات الثلاثية عم تكون بالغرزة النصف من التزايد يلي قبله، ولنهاية الدور رح يبقى عندي ثلاث سبعة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. تمام، هلأ هدول الطبقتين رح نطبقهم هيك على بعض، هي محل التزايدات، هون رح نعمل غرزة إضافة حتى يصيروا هن بالمنتصف تماما. فينا هلأ هون نطوي هدول القطعتين هيك على بعض ونشبكهم هيك غرزة، طيب من هذا الطرف ومن هذا الطرف هيك تنتين، منكفي هذا الطرف والطرف يلي مقابله، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ورح نعمل ثمانية. هيك صارت عندي، رح أقص الخيط خليه شوي طويل حتى أنا أشبكه بالرأس، هذا الخيط مثل الماركر رح أشيله أنا من هون. هيك عملنا نحنا الزعنفة فوق الرأس، شوفوا أنا عملت لون تاني من الدرجات الأزرق. رح أعمل هلأ الزعانف الجانبية، رح نبدأ نعمل دائرة سحرية. الدائرة السحرية عنا بالزعانف الجانبية رح تكون فيها أربعة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي أربع حشو. رح سكر الدائرة السحرية كتير منيح، ورح انتبه انه الشغل عندي ما يصير بجهة المقلوب، ومثل ما قلنا انه منحدد الجهة بالخيط هاد يلي معنا. الدور الثاني رح نشتغل فوق كل حشو حشو، يعني هون شوي رح يكون شوي صعب بس منحاول انه نحنا نقلب الشغل، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيك نحن عملنا أربعة حشو. الدور الثاني رح يكون عندي حشو تزايد تكرار مرتين، يعني أول غرزة هون رح تكون حشو، الثانية اللي بعدها رح تكون تزايد. هو شوي الغرز ضيقة بس إذا أنتوا اشتغلتوها بشكل مريح رح تضل مرتاحة وتبان معكم. بعدين حشو وتزايد، هي تكرار مرتين. هي الدور الثالث انتهى معنا بستة غرزة. الدور رقم أربعة رح يكون عندي كمان حشو تزايد بس تكرار ثلاث مرات. فينا نحط الماركر حشو اللي بعده تزايد، حشو يلي بعده تزايد، حشو ويلي بعده تزايد. هيك بيكون صار عندي تسعة حشو، انتهى معي الدور رقم أربعة. الدور رقم خمسة رح يكون عندي اثنين حشو تزايد تكرار ثلاث مرات، اثنين حشو تزايد، واحد اثنين تزايد، هي أول مرة، ورح كررها مرتين تكرار ثلاث مرات، بينتهي هيدا الدور عندي ب 12 غرزة. الدور رقم ستة رح يكون عندي ثلاثة حشو تزايد، واحد اثنين ثلاثة تزايد، تكرار ثلاث مرات، لنهاية الدور رح ينتهي عندي ب 15 غرزة.
الدور رقم 7 رح يكون عندي 4 حشو تزايد، 1 2 3 4 تزايد، تكرار 3 مرات، رح ينتهي عندي ب18 غرزة. الدور رقم 8 رح يكون عندي 5 حشو تزايد، 1 2 3 4 5 تزايد، تكرار 3 مرات، رح ينتهي عندي ب21 غرزة. هلأ عندي الدور رقم 9 والدور رقم 10، رح يكون دورين ثابتين على 21 غرزة، رح أعملهم وأرجع لكم. الدور رقم 11 رح نشتغل به بدايته 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7، رح نعمل 3 تناقص، هي أول تناقص، تناقص مخفي، ثاني تناقص، ثالث تناقص، لنهاية الدور رح يبقى عندي 8 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا الدور انتهى عندي ب18 غرزة. الدور رقم 12 رح يكون عندي دور ثابت على 18 غرزة، رح أعمله وأرجع. الدور رقم 13 رح نعمل بالبداية 6 حشو، 1 2 3 4 5 6، نعمل 3 تناقص، 1 2 3 تناقص، ولنهاية الدور رح يبقى عندي 6 حشو، هذا الدور بينتهي عندي ب15 غرزة، 6. الدور رقم 14 رح يكون عندي 15 حشو، يعني دور ثابت. بعد ما خلصنا 15 حشو رح نطبق الطرفين هيك على بعض، ورح نطبق هدول ب7 حشو، هاي أول حشو، غرزة من هون وغرزة من هون، تاني حشو، غرزة من الطرف الأول وغرزة من الطرف الثاني، ثالث حشو، رابع حشو، خامس حشو، سادس حشو، سابع حشو. هيك رح أنا أخلي الخيط شوي طويل عشان نشبكه مع الجسم، وقص أنا الزوايد بهي الطريقة، هيك بنكون عملنا الزعانف الجانبية، ورح نعمل منها قطعتين. هلأ بالزعانف الخلفية رح نشتغل تقريبا نفس الزعانف الجانبية من عند الدور رقم 1 لعند الدور رقم 11. اشتغلنا فيهم بالبداية دائرة سحرية فيها 4 حشو، الدور الثاني كان حشو فقط، الدور الثالث كان حشو تزايد تكرار مرتين، الدور الرابع كان 1 حشو تزايد تكرار 3 مرات، الدور الخامس كان 2 حشو تزايد تكرار 3 مرات، بعدين 4 حشو، 3 حشو تزايد تكرار 3 مرات، وبعدين الدور رقم 7 كان 4 حشو تزايد تكرار 3 مرات، والدور رقم 8 كان 5 حشو تزايد تكرار 3 مرات، وبعدين عملنا دورين ثبات، وآخر دور يلي هو 11 كان دور تناقص، 7 حشو، 3 تناقص، 8 حشو، انتهى هذا الدور معي ب18 غرزة. منوصل عند الدور رقم 12 ورح نشتغل تناقصات بس بشكل تاني. الدور رقم 12 رح نعمل 5 حشو، 1 2 3 4 5، 3 تناقص، هاي أول تناقص، هاي تاني تناقص، وهاي ثالث تناقص، ولنهاية الدور رح يضل عندي 7 حشو، 1 2 3 4 5 6
7، هذا الدور بينتهي عندي ب15 غرزة. الدور رقم 13 كمان بالبداية رح يكون عندي 5 حشو، 1 2 3 4 5، 3 تناقص، هي أول تناقص، ثاني تناقص، ثالث تناقص، ولنهاية الدور رح يبقى عندي 4 حشو، 1 2 3 4، هذا الدور انتهى عندي ب12 غرزة. الدور رقم 14 رح يكون عندي بالبداية 3 حشو، 1 2 3، كمان 3 تناقص، هي أول تناقص، بدنا ننتبه هون منيح، 2 تناقص، وآخر تناقص، ولنهاية الدور رح يبقى عندي 3 حشو، 1 2 3، هذا الدور بينتهي عندي ب9 غرزة. الدور رقم 15 رح يكون عندي 2 حشو، هي أول حشو وهي تاني حشو، رح نعمل كمان 3 تناقص، هي أول تناقص، هي تاني تناقص، ثالث تناقص، وبيبقى عندي غرزة وحدة رح تكون حشو. هذا الدور رح ينتهي عندي ب6 غرزة. الدور رقم 16 وهو رح نوصل الزعنفتين مع بعض. هلا عندي انا هون 6 حشو، رح نضم هذا الطرف مع هذا الطرف ب2 حشو فقط. رح اخد اول تنتين هيك تمام، وضمهم بغرزة حشو، هي اول تنتين، اول وحدة من هذا الطرف واول وحدة من هذا الطرف هيك، هي غرزة حشو. تاني والتالتة رح نعملهم تناقص، هي غرزة اخذنا الخيط لإلها، ندخل باخر تنتين ومناخدهم ومنعملهم غرزة تانية، هيك نحن ضميناهم بغرزتين، هي غرزة وهي التانية. نرجع مناخد القطعة التانية هيك، ورح نضم الطرفين لبعض، رح ناخد اول غرزتين ونعملهم حشو تمام، وتاني غرزتين رح نعملهم تناقص. ندخل ناخد هذا الطرف مع هذا الطرف هيك ما منكفيها، نرجع ناخد اخر غرزة ويلي مقابلة ونعملهم تناقص بهذا الشكل، هيك بيكون صار عندي انا 4 غرز، نحنا بدنا بس هدول الـ4 غرز.